بما ان احنا في يعني لسه خارجين من اجازه عيد الاضحى، عيد الاضحى طبعا بيبقى من الاعياد المرتبطه، لازم يبقى فيه لحمه وفي تخزين لحمه، واللحمه الحقيقه من الاغذيه سريعه الفساد بسبب ارتفاع محتواها من الرطوبه والبروتين والدهون، ده بيخليها بيئه مناسبه لنمو وتكاثر العديد من الميكروبات المسببه للفساد والتسمم الغذائي. في ناس كتيره من اللي ضحوا بالمناسبه يا جمانه في عيد الاضحى ما يعرفوش بالظبط ايه اساليب التخزين، في ناس بتروح حاطه اللحمه على طول قطع وحط في اكياس ويرمي في الفريزر، ازاي بقى يتم حفظ اللحوم بالتبريد او التجميد للمحافظه على جودتها وقيمتها الغذائيه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من الدكتور محمود فرحات رئيس البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه بوزاره الزراعه. دكتور صباح الخير عليك، كل سنه وانت طيب. صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير وسعاده. اهلا بيك يا فندم. في ناس بيقولوا اول ما نذبح على طول نروح مقطعين وحاطين في اكياس وحطها في الفريزر، وفي ناس ثانيه تقول لك لا سيبها تتشمع شويه او تتهوى شويه ساعه ساعتين وبعدين حطها في اكياس وحطها في الفريزر. تمام. هو المفروض ان احنا بعد ما نذبح بيبقى في مرحله بعد الذبح بتبقى عمليه مرحله التشميع او التهويه، بنقطع اللحمه ونسيبها في مكان جيد التهويه عشان نعمله عمليه تشميع، والمرحلة دي ما تزيدش عن ساعتين. بعد الساعتين بنقطع اللحمة، الجزء اللي احنا هنوزعه بيتم تغليفه في أكياس بوليسيلين خاصة باللحوم، ودي متوفرة في السوبر ماركت، وتم أكياس التلاجة بتاعتنا. بس في أنواع من البوليسيلين مش صالح للأغذية، وفي أنواع صالحة للأغذية بيبقى بطلبها من السوبر ماركت، أقول له دي خاصة ب معروفة يعني. معروفة طبعا، ولها ارقام، يعني موضوع تاني كده ممكن نتكلم فيه. بطلبها من السوبر ماركت بتبقى خاصه بتخزين او تغليف الاغذيه. الكميات اللي انا هوزعها بتم لو هي في مكان قريب او في المحيط اللي انا عايش فيه، بوزعها بعد على الناس اللي انا هوزعها عليهم، انما لو انا هسافر بها لازم يكون النقل مجمد او مبرد علشان اقلل من حدوث التغيرات او عوامل الفساد اللي بتاثر لي على خواص الجوده او القيمة الغذائية. ما لا يفضل ان انا انقلها وهي درجة حرارة مرتفعة، او انقلها مسافات وهي غير مبردة او مجمدة. دي الجزء اللي احنا هنوزعه، انما الجزء اللي احنا هنخزنه في بعض الحاجات اللي انا بعملها علشان اضمن ان انا احافظ عليها اطول فترة ممكنة بخواص جودة جيدة، من خواص الجودة اللون والطعم والريحة اللي احنا متعودين عليها او القيمة الغذائية بتاعتها. فبعد الساعتين دول لا يفضل ان انا اسيب اللحمة اكتر من ساعتين على درجه حراره الايه الغرفه. فالمفترض ان انا انقلها في جو مبرد واسيبها قبل التخزين المجمد حوالي من 3 ل 4 ل 5 ساعات، والفتره دي بنسميها فتره تتبس الرمل، ودي يعني مهمه جدا. يعني مثلا ولا في لا في التبريد، في التبريد اللي هي درجه حراره ما تزيدش عن 5 درجه مئوي، ودي فتره مهمه جدا للحمه. 5 درجه مئويه ما تزيدش عن 5 درجه مئوي، لان الدرجه ديت بتقلل من نمو الكائنات الحيه الدقيقه او الميكروبات المسببه للفساد، وبتساعد على حدوث حاجه مهمه جدا هي فتره التبس الرمي، وده اللي بيديني الطعم والريحه المقبوله للحمه او المميزه، لان الفتره دي اللحمه بتنتج حاجه اسمها حمض اللاكتيك، وده مهم جدا للحوم ان هو بيعمل عمليه تطريه، ده ماده حافظه طبيعيه لنمو الكائنات الحيه الدقيقه، بيديني مركبات الطعم والريحه المميزة للحم. بسيبها 4 ل 5 ساعات، بعد كده ببدأ عملية تغليف، بغلفها في أكياس من البولي إيثيلين الخاص بتخزين الأغذية. بس براعي إن أنا أفرغ الكيس تماما من الهواء عشان ما يعمليش بعد كده حروق التجميد ويأثر لي على اللون بتاع اللحم. بقسمه بعد كده اللحمة دي، لو أنا يعني هو يأثر على اللون بس؟ بفرغ الكيس ده من الهواء عشان ده بيأثر لي على، بيعمل عملية أكسدة الدهون، بيأثر لي على الطعم واللون بتاع اللحم، فلازم يكون الكيس ده مفرغ تماما من الهواء، وابدأ أقفله كويس. وبقسم اللحمة بعد كده لو أنا هحفظها بالتبريد أو التجميد. طبعا لو أنا هحفظها بالتجميد برصها في المجمد في صفوف، بس بيبقى فيها فراغات عشان أضمن أن دورة الهواء في التجميد كل يوصل درجة حرارة التجميد لكل أجزاء اللحمة المخزنة. بعمل عملية تدوير كل فترة في المجمد للحمة ديت، بحيث إن كل أجزاء اللحمة يوصلها درجة حرارة التجميد ده. الأجزاء اللي هي عالية في الدهن بحطها فوق عشان تستهلك
اول باول، عشان الاجزاء الغنيه بالدهن دي بتفسد قبل الاجزاء اللي هي خليط الدسم. في حاجه مهمه برضو احب اقولها، ان احنا في الكيس ده قبل ما نقفله يفضل يعني ان انا بحط ورقه او ليبل عليه تاريخ الصلاحيه اللي انا مخزن فيه، ولو بخزن اكتر من نوع لحمه برضو بكتب عليه نوع اللحمه لو انا عندي لحمه ضاني. تاريخ الصلاحيه بمعنى ايه يا دكتور؟ تاريخ الصلاحيه بمعنى ايه باليوم اللي انا لان كل نوع لحمه له فتره تخزين، برضو الناس تعرف ان كل نوع. طب انا هعرفها منين؟ ما انا دلوقتي لو انا مثلا دابح لحمه ضاني لها فتره تخزين في التجميد ما يزيدش عن 6 شهور على درجه حراره التجميد سالب 18 مئوي. لو انا لحمه بقري او كندوز ما تزيدش عن 10 شهور في التجميد، عشان لحمه الخروف فيها نسبه دهن اعلى. دهن عاليه فبتفسد بسرعه، ففتره تخزينها بتبقى اقل. لو انا مخزن لحمه مفرومه بتبقى فتره التخزين بتاعتها ما تزيدش 3 شهور او 4 شهور بالكثير قوي في التجميد. فيفضل ان انا بقى بكتب عليها تاريخ التخزين، نوع اللحمه لو بخزن اكتر من نوع لحمه عندي بكتب نوع اللحمه، علشان الانواع اللي انا قلت عليها اللي هي عاليه في الدهن بستهلكها في الاول. بعد كده بعمل عمليه تدوير كل فتره في المجمد، بحيث ان ايه كل اجزاء اللحمه يوصلها درجه حراره تجميد اسرع ما يمكن. لو انا بخزن في التبريد، طبعا برضو بتختلف مده التخزين في التبريد، اللي هي اللحوم المفرومه ما بيزيدش عن يوم او يومين في التبريد. التبريد اللي هي الثلاجه العاديه. الثلاجه العاديه اللي هي ما بتزيدش عن درجه 5 مئوي، ويفضل ان هي من 1 ل 2 درجه مئوي، دي انسب درجه للتخزين، اللي هي بيبقى نشاط الميكروبات اقل ما يمكن، والانزيمات والخواص والعوامل الطبيعيه التحلل الطبيعيه بتبقى قليله. بحافظ على القيمه الغذائيه وخواص الجوده الحسيه بتاع اللحمه. طبعا لو بخزن لحوم كامله، لحوم يعني مجزأة، المفروض ما تزيدش عن 3-4 ايام في التخزين في التبريد. طيب في ناس بتغسل اللحمه قبل ما يخزنوها. هو طبعا يفضل لو هي بعد عمليه الذبح والسلخ ونزع الاحشاء الداخليه بتاع الذبيحه، بيفضل غسيل الذبيحه بسرعه بالماء عشان التخلص من بقايا الدم وبقايا الاحشاء الداخليه. لو انا بذبح خارج السلخانه او المجزر عشان اتاكد ان ايه ان التخلص من بقايا الدم والاحشاء الداخليه. لما بقطعها يفضل ان انا ما اغسلهاش، انا اشافها بفوطه او قماش نظيف واخزنها سواء مجمده او مبرده، وعند الطهي بقى بغسلها غسله سريعه قبل الطهي. طب دكتور دلوقتي احنا طبعا في موسم الصيف والسفر كتير دلوقتي، ففي ناس ممكن وهي معديه مثلا قبل ما تطلع مكان سفر بتعدي تشتري احتياجاتها مثلا من اللحوم وبتاخدها من عند الجزار وتسافر بيها تطلع بيها على الطريق، ده في مشكله ولا لازم يكون في طريقه معينه، ولا لازم اكون جايباها قبلها بيوم ومجمداها في الفريزر مثلا وبعد كده اسافر بيها عشان طول الطريق تبقى على ما وصلت تكون فكت مثلا؟ تمام. هو دلوقتي المفروض ان انا اللحوم زي ما احنا قلنا في الاول من الاغذيه سريعه الفساد نتيجه احتوائها على بروتين ودهن ورطوبه بنسبه عاليه، فبتبقى بيئه مناسبه لنمو الميكروبات سواء المسبب للفساد او المسببه للتسمم الغذائي. فانا افضل زي ما انا قلت في البدايه ان انا انقلها مبرده او مجمده، يبقى المفروض اشتريها واجمدها وحتى ما انا بنقلها وهي مجمده احافظ ان هي مجمده طول الطريق، بحيث ان هي ايه موضوع ان انا تسيح وترجع تخش المجمد تاني، ده من اهم العوامل اللي بتسبب فقد في القيمه الغذائيه. ان السائل المنفصل ده بيحتوي على بعض انواع البروتينات والفيتامينات المفيده جدا لل يعني حتى لو ما فسدتش من ان هي تفك يعني او التلج يسيح بتفقد كميه من القيمه الغذائيه بتاعتها. ففضل نقلها مبرده او مجمده، يعني في مبرد طول الطريق او تفضل مجمده طول الطريق يعني. طيب البعض بيقول ان اللحمه لو فكت من الفريزر ما ينفعش تتجمد تاني، هل ده صحيح؟ طبعا ده صحيح جدا، لان زي ما انا قلت كده لو انا اولا في طريقه صحيحه لصهر اللحوم وانا بخرجها من المجمد عشان احافظ على اكبر قدر من القيمه الغذائيه بتاعتها، ان انا باخدها من المجمد في الليله اللي انا هطبخ فيها او هطهي فيها، بحطها على رف الثلاجه السفلي في وعاء محكم الغلق علشان
السوائل بتاعته وما تلوثش بقيه المأكولات اللي في الثلاجه. واسيبها تنصهر براحتها لحد ثاني يوم وعلى درجه المبرد، فما بيحصلش فيها اي تغيرات. وبعد كده باخدها اعمل عمليه طهي بالطرق المختلفه اللي انا بننسى هعمل. والله بنحطها في ميه سخنه عشان تفك، يعني ميه سخنه ميه سخنه بتسرع اولا، بتبقى فرصه ان بترفع درجه حراره اللحمه، فبتبقى بيئه مناسبه لنمو الميكروبات الكتير. بقى انت بترفع درجه حراره اللحمه وسيبها فتره طويله اكتر من ساعه او ساعتين، فبتبقى بيئه مناسبه لنمو ونشاط الكائنات الحيه الدقيقه دي. بتحدث تغيرات في الطعم والريحه، او ممكن يحصل فيها تلوث بالميكروبات المختلفه. يعني بتاعت تماما عن فكره فك اللحمه بالميه السخنه، احنا نسيبها تفك براحتها على رف الثلاجه في وعاء محكم الغلق عشان السوائل فيه والسوائل بتنفصل منه ما تلوثش بقيه الايه؟ المأكولات يعني في الثلاجه. طيب دكتور، هل بالضروره يعني حضرتك تتكلم دلوقتي قلت انه يا اما بيحصل حالات تسمم يا اما فساد اللحمه، هل بالضروره ان اللحمه الفاسده على سبيل المثال لو تم طبخها تسبب تسمم؟ وهل برضو في حاله اخرى انه ممكن يحصل فيه تغيرات مثلا في اللحوم نفسها، ممكن ما يبانش للشخص العادي بالعين المجرده ان في ان اللحمه دي باظت، يعني ما يبقاش في ريحه مثلا، ما يبقاش في تغير ملحوظ في لون اللحمه بس تسبب تسمم؟ في بعض، احنا بنقسم الكائنات الحيه الدقيقه او الميكروبات الى ميكروبات مسببه للفساد وميكروبات مسببه للتسمم الغذائي. الميكروبات المسببه للفساد اللي بتسبب لي تغير في الطعم والريحه انما واللون او القوام الخاص الحسيه المختلفه ديت، وبتبقى غير صالحه للاستهلاك بس ما تسببش تسمم. وفي الميكروبات اللي بتسبب التسمم دي وميكروبات مختلفه يعني ديت وجودها باعداد معينه حسب المواصفه المفروض لو ما بكشف عنها ولقيتها بترفض اللحمه، يعني بتبقى غير صالحه للاستهلاك. الادم وجودها بيسبب طبعا تسمم بدرجاته المختلفه يعني. ومن نعمه ربنا ان الميكروبات المسببه للتسمم دي بتموت على درجه حراره الطهي، فلو انا طهيت اللحمه على درجه حراره الطهي بطريقه صحيحه بضمن ان ايه؟ ان هي تبقى خاليه من الكائنات الحيه المسببه للتسمم الغذائي. طيب معلش انا عايز اخرج شويه من اللحوم، لان في حاجات مصاحبه للحوم برضو بنحطها في الفريزر. بالنسبه للاكلات اللي الناس بتجهزها وتحطها في الفريزر برضو تقعد شهر وبتاع وتطلعها وتسخنها، طبيخ بقى والحاجات دي، هل في حاجات فعلا يعني المعروف او للناس بتقوله ان الملوخيه بتدوت حتى لو في الفريزر، هل الكلام ده صح؟ هو الملوخيه طبعا من اللي هي المأكولات من الخضار يعني، فيفضل ان انا ما اغليش الخضار اكتر من مره علشان بيفقد كتير من قيمته الغذائيه. وطريقه اعداد الملوخيه ان هي ما بتتغليش وانا بعدها بطيها يعني ما بتتغليش كتير، فبتهيالي ما بتبقاش زي ما قلت عرضتها لدرجه حراره الطهي اللي هي حوالي 75 درجه مئويه لمده زمنيه بتوصل لكل جزء من اجزاء الغذاء، دي بتضمن لي انك قتلت كل الكائنات الحيه المرضيه ومعظم الكائنات الحيه المسببه للفساد. فوجود الخضروات في الثلاجه فتره طويله في الفريزر في الفريزر الثلاجه الخضروات الملوخيه مطهيه مطبوخه ما تتحطش في الفريزر، يعني لو اضطرينا بنشيل الناس بتشيل اكلات والله ما تتحطش في الفريزر. ايوه يعني اكلنا منها النهارده اكلنا بكره، لا تتحط في المبرد تحت في الثلاجه تحت، انما ما تتحطش الملوخيه في الفريزر. طيب يعني برضو في نفس السياق سؤال شاذلي، احيانا في ناس مثلا تحب تجهز الخضروات تبقى نص مطهيه عشان لما تحب مثلا تستخدمها تبقى سريعه، يعني تقدر تعملها بسرعه. على سبيل المثال برضو نفس الملوخيه مثلا، في ستات تبتدي تخرطها مثلا وبعدين حتى بعد ما تخرطها ليها طريقه، ما انا مش عايزه افتي بصراحه من هو الخضروات النصف مطهيه دي. هو السؤال بس انا ما ايه هو ما وصلهوش، يعني النصف مطيه غير اللي هي اللي مطبوخه وانا بستهلكها بستهلك جزء واحطها وارجع اسهل. بس صدقني والله في ناس بتعمل كده في الملوخيه في كل حاجه. لا في ملوخيه اللي هي المجمده. لا 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 ما اقصدش والله الملوخيه بتاعت البيت زيها زي البسله بتاعت البيت، الناس بيطبخوا فياكلوا منها المره دي ويروحوا حاطين الباقي في كيس وحاطينه في الفريزر اليوم تاني الاسبوع الجاي. الناس كلها بتعمل كده يعني، فده اللي كنت بسالك عليه. تمام، هي الخضروات المجمده النصف مطيه ديت بنعرضها لدرجه حراره السلق دي، ودي مهمه جدا لان بتقلل الحمل الميكروبي، بتديني الطعم بتاع طعم
للأغذية المطبوخة الطعم المقبول، وبتوقف لي عمل الإنزيمات الطبيعية اللي بتسبب فساد الخضروات يعني. ودي بتبقى بتخزن في التجميد بدرجة آمنة يعني، ولها مواصفات في فترات تخزين الخضروات المجمدة، لكل كل نوع خضر له مدة حفظ حسب المواصفة بتاعته يعني. طيب اللحمة هيبان عليها ان هي باظت؟ اه، في بعض العلامات لفساد اللحوم. في بعض العلامات اللون طبعا، اللون عموما في اللحوم اللي هو الاحمر الوردي الزاهي، كل ما يكون لون لحم احمر وردي زاهي متماثل في قطعه اللحمه، ده بيدل ان اللحمه بصوره جيده. لو في تبقع او الوان مختلفه، لون رمادي، اللون الرمادي ده من اهم الالوان بتدل على الفساد، حدوث فساد. اللون البني، الالوان البني الغامق او اللون المائل، البني المائل للاصفرار، دي كلها بتدل على حدوث تغيرات غير مرغوبه. تترمي ولا فقدت قيمتها الغذائيه بقى بالشكل ده؟ اولا هي طبعا بتكون فقدت جزء من القيمه الغذائيه، تمام. انما الفساد بقى تماما ده طبعا، لو الريحه غير مرغوبه طبعا بيتم اعدامها او عدم تناولها يعني، عدم تناولها. طبعا القوام برضو من الحاجات اللي احنا بنحكم بها على جوده اللحمه، كل ما يكون القوام طري او مهري او لزج، ده بيدل على حدوث تغيرات غير مرغوبه في اللحوم. طبعا بنشكر حضرتك جزيل شكر دكتور محمود فرحات، رئيس البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه وزاره الزراعه. بنشكر حضرتك يا فندم على كل هذه المعلومات، نورتنا في صباح الخير يا مصر. كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري كله طيب وحضرتك طيب يا فندم، شكرا جزيلا.